تفضلي مرتعمة. لك يسلموا ايديك يا حبيبتي. إلهي ما أعدم الطول يا حق، قسما بالله يا رندا إنك سكرة وبنتي بقلبي. إلهي إلهي وسيدي ومولاي يجعل التمام على خير ويوفقك أنت وابني هشام، ونفرح فيكم تنسعدوا مع بعضكم يا حق. يلا أم هشام كلها عضة كوساية، غمضي عين فتحي عين بتلاقي الشهر خلاص والعرسان مصمودين على أسكي بإذن واحد أحد. يي صحيح، على ذكر العرس قبل ما أنسى، خير جبت لكم معي تشكيل كروت، بقى شوفوا اللي بيعجبكم منها مشان نطبع لكم عليه، يعني يا دوبنا نوزع الكروت على العالم حتى يصير عندهم خبر. معلومكم العراس بتكتر بالصيف وما بدنا حدا من المعازيم يرتبط بحفلة عرس تانية. ايوه شوفي رندا، مو حلو الكرت؟ والله ما بعرف، يا ترى بيعجب هشام؟ يا ريته كان معنا كان عطانا رأيه. اوينك وين هشام هلا؟ يا دوب يخطف رجله خطف من المانيا للشام لحتى يعمل العرس وياخذك معه. معلومك اختي امرندا، ابني هشام دكتور والدكاتره ما عندهم وقت يحكوا راسهم فيه. تقبر قلبي يا هشام، شو انك فالح وبتبيض الوش؟ المسكين ما له لهوه غير شغله، لكن بيطلع من عمليه بفوت بعمليه، ما بيقدروا يستغنوا عنه بالمستشفى هونيك منوب منوب، مثل ما تقولي امرندا هو الكل بالكل بالمستشفى هونيك. الله يفتحها بوشه ويوفقه يا رب، والله بترفعوا راسكم فيه. والمستشفيات هنيك بألماني بيتخاطفوا مخاطفة، استشارات وعمليات وهي شو بيسموها كونسلتات، يعني يا من ترى راسه لتحت ورجلي لفوق. يا الله يكون بعونه ويساعده يا رب. آمين يا رب، يبيض بخته وأيامه. حاكم امرندا كمان الشاب في له حظ وبخت مثل البنت تمام. اي والله صحيح. بقى ان شاء الله يكون قدومك سعد على وش ابني هشام، لانه ابني هشام فعلا فعلا بيستاهل كل خير. ما عم بحكي هالحكي لاني انا امه، لا، بس فعلا فعلا نيته طيبه وقلبه ابيض. وكمان بنتي رندا ما في منها، والله بتستاهل كل خير. يتقبر قلبي، اكيد اكيد ما في كلام، مشان هيك الله بعدي اسمه قال الطيبون للطيبات. وهي صار يوف الحمد لله، وان شاء الله التمام على خير. قولي ان شاء الله. ما بنقول الا ان شاء الله. ام هشام سيره وانفتحت، بدي اسالك سؤال اذا بتريدي. ايه شو علي تفضلي. يعني ابنك ليش طلق مرته الاولانيه؟ آه يا أم رندا، آه لك بقول الآه بيطلع من قلبي سخام وشححير. شو بدي أقول لأول وشو بدي عد لعد؟ يعني لو بكتب مجلدات عن حقها ما بقدر بعطي الموضوع حقه لهالدرجة؟ وأكتر يا أختي وأكتر. ليش من غير شر؟ شو اللي صار؟ يا ستي فكرناهن أكابر طلعوا بعيد عنك شرشيح وما فيهم بايقة، ظنيناهن أوادم وفهمانين، طلعوا الأريضة تقرضهم طلطميس ما بيعرفوا الجمعة من الخميس، قلنا لحالنا بركي بيكونوا هيك طيبين يعني بخافوا من الله، طلعوا والعياذ بالله متكبرين ومتجبرين، ولك بيقتلوا القتيل وبيطلعوا بجنازته. يو شو هالحكي هاد؟ عم تحكي جد؟ يو لك أنا عم بمزح؟ لا وكلكم والعروسكم؟ خير، شو قصة العروس كمان؟ يا ستي طلعت العروس شيبة من شيب الله، شيلوحة وشرشوحة شاضومة وفجعانة ويا من تراها جوعانة. لا وغير هيك غير هيك كمان حكي ني أبا ورجليها فكح وعيونها صغار صغار قد السمسمة قد الخرز مثل البعصة بعجين. لا وكمان أنفها أعواج وتقصيرة ولما بتضحك في لها هيك تكشيرة ونحيفة نحيفة 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 يا أمرندا قد ما تقولي وأكتر، يعني اللحام الشاطر الشاطر ما بيطالع منها وقيتين لحمة. يو معقولة؟ مثل ما عم قلك ما عم زل عليك بحرف، وغير هيك ما بتعرف الخمسة من الطمسة. لك اسمعوا هالقصة مشان الله بلا طول سيرة. اجت لعندي مرة لقيتني عم نقي بقدونس، كنت حابة اعمل لي هيك شوية تبولة يعني، قالت لي مرت عمي اتركي عني هاتي لنقي لك البقدونسات. وانا مثل ما قالوا عقلين عطيتها البقدونسات ورحت التهيت بشغلة تانية. بلا طول سيرة بعد حصة قالت لي ما انت عمي خلصت وناولتني عرقين عرقين بالعدد. قلت لها شو هاد؟ قالت لي ما طلع معي غير هون والباقي كله زبالة، يضربوا هالبياعين شو غشاشين. اطلعت هيك لقيتها كابل بقدونسات كلياتهم وبيطلعوا لهم شي خمس جرس بعيون الشيطان، وهدول العرقين يا حذركم شو عرقين الفصة اللي منطعميهم للدواب اللي لازم ينكبوا. ولك حتى الطرخون والنعنع الاخضر بتلاقيهم عندها نفس الشيء، بتقلك ايه شو الفرق؟ نفس الطعمه مرت عمي. مرت عمو؟ بألمانيا في طرخون؟ لكن لك مرت عمو لكن بألمانيا كل شيء فيه، من الطرخون للخس للكزبره للبقدونس للنعنع الاخضر للنعنع اليابس، كل شيء كل شيء فيه. بس قولي على الحظ اللي اجاك يا ابني، ما بيعرفوا قيمه لحدا
وما بيعطوا قدر وقيمة لحد، لك حتى قدر حالهم ما بيعرفوا. يعني انت مثلا بتقدريهم وبتوجبيهم وبتحترميهم وبتقعديهم بالصدر، تنداري هيك على غفلة بتلاقيهم قاعدين بالعتبة بين الشحاحيط والصرامي والأبائيب. انت أكبر قدر. طيب وانت الله يهديكي، شلون بتاخديها لابنك طالما عرفانتيها بهالشكل هاد؟ نصيب يا أم رندا، نصيب. بس يا أم سرة خانم، مو ضربه وصيبه وقول نصيبه، يعني عدم المؤاخذة. معقولة أنا جوز ابني لوحدة شرشوحة مثل هاي؟ أوعك أم رندا، أوعك تحكي هالحكي تقبري عظامي. ما فهمت عليكي؟ من عيب ابتلى، وانت عندك شباب الله يسلم لك ياهن ويفرحك فيهن يا حق. ايه بس بلا منقودية، يعني انت اللي عم تحكي مو انا. الملخص الله لا يتوه لنا رأي، ونحن على ما يظهر تاه رأينا وخطبنا له اياها. لا والاجدب ابني هشام عجبته كتير وقتها، بس بعدين يا حسرتي لما ننزاحت الغشاوة عن عينه وداب التلج وبان المرج وظهرت على حقيقتها، قال لله وللرسول حياتي بكفة وعيشتي مع هالمخلوقة بكفة تاني. يعني طلقها رأسان؟ لكان رأساً طلقها، ناولها متأخرة وترك لها الصيغة والجهاز وملبوس البدن وعطاها نفقتها وفوقها حبة مسك، ولا يلا اركدي على بيت أهلي. يعني ابني هشام أحياناً في عنده هيك مواقف بتعجبك، مو جحش معبى ببنطلون. لا ولو محشوم. لا وفوق هيك يا لطيف تلطف فينا، طلعت العروس واشي شوي. واشي؟ شو يعني واشي؟ يعني عقلاتها جوزتين بخرج بخضوا. بسم الله الرحمن الرحيم، فضايا قلوب الله احد. من مازحها ما بتلقى مسح منوب منوب، هي حساسة على عيبها، بنمزح معها بتقب وبتفور مثل المجنون اللي قارصه دبور. مش برا وبعيد، حوالينا ولا علينا؟ مثل ما عم اقول لك، بس نحنا ما حبينا نحكي، عملنا بأكابريتنا، شو قلنا لحالنا؟ خطي ما بيجوز، ومن جهة تانية نحن عنا بنات ومنخاف عليهم، وما بدنا نحمل وبال حدا لك أختي. يا لطيف، دخيلك يا رب تثبت علينا العقل والدين. لكان من شي قليل ابني هج لك ولي على قامة أمه، يعني لو ما كان مقضي المقاضي كان استغنى بهالسهولة. يعني عدم المؤاخذة دفع دم قلبه ما بين متقدم ومتأخر وصيغة وهدايا وذهب وأغذية وأعشية وعرس ومرس وشعر عسل وسهرات وروحات وجيات وسفر. لا تقولي هذا كل تقبريني بيجمع مصروف بشق الظهر الشق. وهشام ابني يقبر قلبي مثل جوزي تحسين، يعني أبو الخالق الناطق كريم، ومو بعينه، مو بعينه أبدا، واللقمة اللي بتمه مو إله، مو بيبزق البزق وبيلحسها، بالعكس ابني هشام طبعه هني كتير كتير معشراني وبيحب الناس وصاحب واجب. ويا ويلو يا ويلو إذا واحد من رفقاته حاسب ودفع بشي مطعم، يا ويلو. مثل ما عم قلي إيده فاروطية كتير، فاروطية أكتر من اللازم، اللقمة اللي بتمه مو إله. إيه لكان هذا هو ابني هشام عرموط للي حابب يعرفه. يعني بلا ملودية ما بصير يتصرف بهالشكل، بكرة بصير عنده بيت وولاد ومسؤوليات، حرام ما بصير يتبحتر هيك. هيك طبعه، ابني بيحب البحترة كتير، والطبع غلب التطبع. حاصله ان شاء الله يا رندا بتتهني فيه وبيتهنى فيكي، وان شاء الله ربي بيعوضه عن الايامات السودة اللي عاشها. يا حق تنذكر وما تنعاد ان شاء الله. ماما رندا قومي حبيبتي على المطبخ جيبي صحن الحلو لمرت عمك وجيبي معه مي باردة. اما شو عندي مبرومة ومغشوشة ما بتفوتوا منوب، المبرومة من عند الباشا والمغشوشة من عند نبيل. هلا قبل المبرومة والمغشوشة طمنوني بقى، شو اخبار بدلة العرس؟ قطعتوها ولا لسه؟ هو يمكن مو وصول اني اسال، بس صدقيني يعني قلبي منغرش على ما اطمن عليها. بصراحة يا منشام بدلة العرس بدنا نجيبها من باريس، عمّا لانه عايشة هنيك وحابب ينقطها بدلة العرس. ايه شو عليه؟ بالهنا والسرور ان شاء الله. بعدين ولك اختي القالب غالب، يعني إن كانت البدلة من باريس ولا من البالي، الكتف المقدر والأكابري بيضلوا أكابري. ولك اللي بيقول النسوان كلهم سواري، طيب لي بعلي ما لا دوا. لك يسلم لي المبسم يا حق. توبري قلبي. يا ربي من يومين قريت الإعلان بقى له صفة صفي. أمي أنت لا تضوجي، دوري على مهلك. ها ليكو أمي، هذا هو بدلة عرس باريزية الصنع بثمن مغري، على من يرغب الاتصال بهذا الرقم. حاطين الرقم. بس والله ما لي حابت لك يا هالشغلة.
أنا شغلي شغلة إنك تشتري بدلة من الإعلان، يعني قلة بدلات بالبلد. صحيح أمي، بس بدلات العرس الموجودة بالبلد خياطة محلية مو خياطة باريس. بعدين مو لنشوف البدلة بالأول، بركي ما عجبتني. وإذا ما عجبتك؟ وقتها لكل حادث حديث. طيب وإذا فرضا عجبتك بتشتريها؟ يو، وليش لحتى ما اشتريها؟ شفتي؟ هذا اللي خايفة منه. من شو خايفة؟ لأنه مو هضومة بدني إنك تلبسي بدلة غيرك بحفلة عرسك. إيش وأنا رح استأجرها أجرة؟ أنا رح اشتريها قد ما كان. بتضلها بدلة وحدة غيرك قبل منك، ويمكن يكون فالة مو منيحة عليكي أو أدمها مو خير. ماما الله يخليكي، تركينا من الأدم والفال. خليني اتصل هلا اخذ موعد، وادعي معي الله يوفقك ما تكون البدله انباعت. الو، مرحبا. بالله اذا سمحتي بدي اسالك، مو انتو كاتبين بالجريده بالوسيط اعلان؟ ايوه، عن بدله العرس. قريتي الاعلان؟ ايه. اهلا وسهلا فيكي، بتقدري تتفضلي لعنا بكره المساء الساعة 5:30. ايه ولا يهمك، لسه ما انباعت البدلة. ايه طيب، اكتبي عندك العنوان. ايوه، شكرا شكرا كثير لك. يا اهلين، اهلا، مع السلامة. اهلين. لساتها البدلة موجودة. وليش كل الوقت فرحانة؟ وانتي ليش زعلانة؟ مو انتي دايما بتقولي مشترات العبد ولا تربايته؟ بقى ليش لنعلق قلبنا بالخياطة؟ ومين قالك رح نخيط؟ في بدلات جاهزة بالسوق. صح، بس بدلات السوق مو شغل فرنسا. مين دق التليفون ماما؟ وحدة. قال قرت اعلان بدلة العرس، وقال رح تجي بكرة مشان تشوف البدلة. ان شاء الله تجي وتعجبها البدله وتشتريها. ماني مصدقه امتى اخلص منها بقى. ولا يهمك حبيبتي، صدقيني رح تنباع على اهون سبب. بقى انت لا تفوري دمك ولا تحري بدنك. مو بايدي يا امي، مو بايدي. لازم امن المبلغ كله، خليني ارتاح من الهم بقى. ولا يهمك حبيبتي، بيتامن المبلغ ان شاء الله. يعني لك امي، لو بدي بيع اللي فوق واللي تحتي رح بيعن وما رح اسال، بس ما اشوف دمعه وحدي عم تنزل من عيونك. بعدين يا بنتي الله كبير، هو اللي شايف وهو اللي عارف، هو صاحب الامر والتدبير. شكيته لواحد احد الذي لا يغفل ولا ينام. يلا امي، وينك رندا؟ هلا بس نطلع. افتحي باب الاسانسير شوي شوي، مو ضروري تحس علينا جارتنا ام عزيز، بتعرفيها بس تشوفنا بتبلش لا تعجل، بتصيبنا بالعين اذا عرفت انه رايحين مشان بدلة العرس. يا امي شو تصيبنا وما تصيبنا؟ يا امي بتصيبنا لك هنشوف. سبحان الله، العين بتاكل حقها من الحجر. بقى على مهلك وبدون ضوجي، اطلعي قدامي. بقامتك يا ام عزيز، كيفك؟ ايه انتو كيفكن؟ تسلم لقلبي هالرندة، شو حليانة، عين الله عليها. شو؟ امتى الهمة رنوش؟ والله لسه مو باين يا خالي. والبدلة؟ بدلة العرس يعني، بلشتوا فيها ولا لسه؟ لا لسه. ويا ترى منين رح تقطعوا القماشة؟ من عند القوادري ولا من عند السكري؟ عم نفكر، لسه ما اعتمدنا. رح تقطعوها كبير مشغل ولا فاي مطراز؟ ما عم بقلك لسه مو مبين معنا يا ام عزيز. والموديل يعني رح تعملوه نفش من تحت ولا كله ضيق قد الجسم؟ يعني بيكيه ولا شانتون؟ عم بقلك ما بنعرف لسه. سمعت انه العريس كان متجوز قبل هلا، في هيك شيء؟ ايه في هيك شيء. انا بالاول قلت لحالي اشاعه، بعدين قلت يا بنت ما في دخان من غير نار. ما عرفتوا ليش طلق؟ حاكم الواحد لازم يدقدس ويعرف كل شيء قبل الفاس ما توقع بالراس، وساعتها يقول يا ريت اللي جرى ما كان. والله يا ام عزيز، الجواز اسمه ونصيب، واهم شيء بالجواز الوفاء والتفاهم. ايه خالي، انا هشام عاجبني
وانا عاجبته كمان، واذا الناس بدها تحكي عنه وبدها تطلعوا عبد اسود انا شايفته بعيني ملاك. لا تواخذينا تاخرنا مستعجلين شوي، امشي امي. معكم حق، لكن العروس وامها بضلوا مشغولين لما يقرب العرس. ايه هيك حال الدنيا. ان شاء الله عقبال ما تنشغلي مثلنا وتفرحي ببناتك. يا لطيف على هالمخلوقة، تقطي أصابيعك أمي تقطي، خلي أقطع عين الحسود، بدها تعرف البيضة من بعضها شو ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على هوا الحكي هون البيت. هون؟ ايه. شوفي رندا، وينك امي عم بحكي معك؟ طلعي فيي. شو امي؟ هلا اذا فرضا يعني عجبتك كتير كتير البدله، ايه، مو تورجيهم انه والله انبرعتي فيها وزحل عقلك فيها. بتعرفي ليش امي؟ لانه هذين بيغلوا علينا السعر وما بيبيعونا اياها مثل ما بدنا. عم تفهمي علي شو عم بحكي؟ فهمت يا امي فهمت. مو لا تعجبنا البدله الاول ان شاء الله. يلا امشي. كيف بتحبوا القهوه خالي؟ لا حبيبتي لا تعذبي حالك، نحن جايين نشوف البدله ونمشي راسا. شو هالحكي؟ ايه والله ما بصير اقل منا يعني. ماشي الحال، اذا هيك خليها وسط حبيبتي. يسلم لي الوش الحلو يا حق. شكرا خالي. وعرسكن قريب يا ترى؟ يعني بدك تقولي شي شهر تاني. ان شاء الله تمام على خير. شكرا خالي. يا اختي هالفترة كتير صعبة، يعني بدك تنزلي على السوق تشتري قماش وتقطعي وتضرعي وتروحي لعند الخياطات وتاخدي مواعيد وتتحملي كزبون، وهذا اذا زبط كمان المقاس ولا زبط الموديل، يعني لتقلها اول ما قلها اخر. ايه والله معك حق. لا ومن جهة تانية إذا بدك تنزلي على السوق تشتري لك قماشة بتلاقي هالسوق مطلوب صلص كله فرق موديل الشقفة، وإذا بدك تلبسي لك قطعة الواعي اللي على بدنك كله لابس منها، يعني والله شيء عجيب، يعني موديل الشقف يلي بالسوق مثل وجوه الملاحف بفرد شكل. صحيح حكيك مزبوط تمام. بقى إن شاء الله تعجبكم هالبدلة ويزبط القياس معكم. تفضلي خالي. الله يسلم هاليدين يغزي العين، ما شاء الله وكان حولك وحواليكي. تسلموا ايديكي. الله يسلمك. شكرا. دخلك بدي اسالك ولو فيها مضايقه، يعني هالبدله هي بدله عرسك؟ بقصد كانت بدله عرسك؟ صحيح. لكن ليش بدك تبيعيها حبيبتي؟ يعني لا تواخذيني بالكلمه، الوحده بتحب تحتفظ ببدله عرسها مشان الذكرى. مزبوط بس هيك ظروف. ايه خير ان شاء الله. يعني بلا مؤاخذة جوزك موافق تبيعي البدلة؟ قصدي انه يعني بدلة العرس ما بتخص العروس بقد ما بتخص الاثنين سوا. معك حق، بس هذا اذا كانوا لساتهم متجوزين. انا وجوزي اتطلقنا او بالاحرى عم نتطلق. والله انك زعلتيني، لا تواخذونا يا جماعة اذا قلبنا عليكم المواجع. لا ولا يهمك، حتى الطلاق احيانا بيكون اكبر فرحة للبنت إذا حصلت عليه، خاصة إذا كانت حياتها مع زوجها أمر من الصبر. لهالدرجة؟ يا حسرتي على هالبنت، يا حسرتي. طلع حظها أسود مثل الشحار وما شافت عنده ولا يوم واحد أبيض. ثلاث شهور مرقوا عليها وكأنهم ثلاث سنين. ولولا أولاد الحلال اللي ساعدوها ووقفوا جنبها وهربوها بليلة ما فيها ضوء قمر، يمكن كنت خسرت بنتي على الخالص. يا لطيف تلطف فينا. معقولة؟
ايه البني ادم ما بيصدق لحتى يوقع على خندق رقبته، وهي نحن وقعنا وما حدا سمع علينا. طيب وليش ما عم يرضى يطلقها بقى؟ قال ما بيطلقها لحتى تتنازل له عن المتقدم والمتاخر والصيغه والهدايا تبع الخطبه وملبوس بدنه. ليش انتوا ما قبضتوا المتقدم؟ لا كتبنا بالعقد المتقدم غير مقبوض، وكثير مثلنا عم يعملوا هيك مو بس نحن. طيب هي ليش ما عم تتنازل له اذا كانت مقضيه المقاضي؟ يعني معلومه هيك راحت البال ما بيعادلها مال قارون. ومين قال لك ما تنازلت له؟ تنازلت له وما استفادت شيء. طيب انت ليش ما بترفعي عليه دعوه تفريق وبتخلصي؟ ليش لحتى تضلي تحت رحمته؟ ومين قال لك انه ما فكرنا بهالشيء؟ بس العله انه مسجلين زواجهم بالمانيا، والطلاق لازم يصير مو بس هون كمان بالسفاره السوريه بالمانيا، مشان هيك عم يتحكم فينا وعم يطوطح برجليه يمين وشمال. فظاعه، شو هالمصيبه هي؟ لكن يا اختي كل مين بهالدنيا الله بعت له هم طامر وطمر، بس نحن همنا ما بتحمله جبال. طيب عدم المؤاخذه يعني انتوا ما شفتوا قبل ما تعطوه؟ ما سالتوا عنه؟ ما عرفتوا اصله وفصله؟ بلا سالنا، بس قد ما الواحد بحبش عن الاصل والفصل والعيله والكيله الا ما ضل شيء مخبى لحتى يوقع المقدور. ولك تضرب جوازات السفر ما اغلظها تضرب. يعني ما كان في مجال للتفاهم بيناتهم منوب؟ قصدي اذا عاشوا مع بعضهم 3 اشهر، 3 اشهر كافيين لحتى يقلشوا على بعضهم ويعرفوا طباع بعضه؟ يعني ما بدك الاساس يكون سليم. اذا الشاب طلع سرسري وملعب وسكرجي وامرجي وعايش على حساب النسوان، فاي رجا بدك تتاملي منه؟ اذا الشاب طلع... ماما الله يخليكي بقى ما بدنا نحكي على حدا هلا، وما بدنا نكركبهم بقصصنا اللي مالهم فيها. لا معلش فضفضي منيح، نحن مالنا متضايقين منوب. وليش حتى ما نحكي؟ شو نحن عم نكذب ولا عم نالف روايات من عقلنا؟ إيه والله اللي صار معك ما بتصدق ولا بالافلام. ولو كان انا ما بدي احكي على حدا، خلص يصطفل منه لربه. اسمعي على هالحكي، اسمعي كل ما بدي فش قلبي بتزعل وبتتضايق. يا ماما مو قصة ازعل ولا اتضايق، كل القصة وما فيها انه ما صار في بيناتنا تفاهم، هذا كل شيء. فما في داعي اني اكشف عيوبه ولا احكي عليه، انا ما بدي غير الله يخلصني منه لحتى اخذ حريتي وارتاح بقى. لا والألعن من هيك، قال جاي على البلد بعد فترة، قال شو خطب وعرسه قريب، مشان هيك الاخ مستعجل على المصاري. لك باليوم القصير بدق لنا 4-5 تليفونات مشان يسأل على 300,000 ليرة. لا وعم يتصل على حساب المستشفى، اصلا بيت ما عنده هنيك وساكن بسكن مشترك مع الممرضين بالمستشفى. بقى لنا لحالنا نحن اذا انباعت هالبدله بركي منحط حقها فوق المصاري اللي معنا ومنعطيه هون ومنسد له حلقه ومنخلص من همه. وشو هدول 300,000 ليرة؟ هدول مصاريف العرس والعزايم تبع الخطبه واجرة تكت الطياره اللي دفع لها اياها وقت سافرت لعنده على المانيا. وهلا هو وينه؟ قاعد بالمانيا وعم يشحد من فلان ويتدين من علتان، وعلى قولة انا دكتور وانا دكتور، وهو بعيد عن الدكتوره سفر سنه، اصلا شهاده طب بايده ما في، شاريه شري بالمصاري. لك روح الله يصطفل فيك يا هشام بخطيه هالبنت اللي تاركها لا معلقه ولا مطلقه. اسمه هشام؟ اي نعم. هو دكتور بالمانيا؟ نعم ستي ولا تقرفي. وشو اسم ابوه يا ترى؟ من بيت مين يعني؟ ابوه اسمه تحسين عرموط وامه من بيت البلليعي. يلا عن اذنكم انا رايحه اجيب البدله. ايه ماما روحي جيبيها روحي. الله وكيلكم، وقت لبستها هنادي يوم عرسها تقولي حوريه وطالعه من باب الجنه. لك روح روح الله يصطفل فيك يا هشام يا ابن مسرر. يمكن هو. مين؟ هشام من المانيا. ما قلت لك انه عم يدقدق تليفونات مشان يستعجلنا على المصاري؟ ماما احكي معه انت الله يخليكي، انا ما بدي احكي معه هز بدني. ان شاء الله بحاكيه الحكيم وما بيعرف لعلته دواء. ايه ما فشت عينه اني احكي معه؟ اذا بدكم انا بحاكيه. انت؟ ايه انا. لكان قلي له انه ما في حدا بالبيت. الو 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 مين؟ هنادي؟ نعم انا هنادي. شو بدك؟ شو بدي يعني؟ بدي مصاري. وانا قلت لك انه رح ادفع لك. على راسي، بس امتى؟ خطيبتي عم تستناني ولازم لي مصاريف. شو؟ مين خطيبتك؟ خطيبتي كسرت راسك. لمعلوماتك خطيبتك ما عادت خطيبتك. والله؟
شو عم تتحديني يعني ولا عم تهدديني؟ لك انا هشام حلك تعرفيني. وانا خطيبتك يا دكتور، شو ما عرفتني؟ رندا ليش انا لمين دقيق؟ ما المهم لمين دقيق، المهم الله ورجاني بعيني وسمعني باذني بدون ما حدا يقول لي. الو لحظه، لا لا اسمحي لي يا ام هنادي، بوس ايدك وشوقفها لانكم فشيتوا لنا قلبكم وحكيتوا لنا وجعكم. بفشت هالقلب هي خليتونا نحن كمان نفسخ الخطبه. خطبه مين؟ انا ما عم بفهم شيء. هلا صار ضروري نعرفكم بحالنا. بنتي رندا اللي جايه تشتري بدله العرس بتكون خطيبه الدكتور المانيا هشام تحسين عرموط. قماش بهالسوق؟ في شي حلو داخلكم؟ قولوا لي قطعتوا بدلة العرس ولا لا؟ والله يا ام عزيز رحنا مشان نقطع البدلة. ايه امنا فسخنا الخطبة. So everything is functioning well. Everything perfect. Yes, تفضل. صباح الخير. صباح الخير استاذ نزار. Good morning gentlemen. انت بتعرف استاذ نزار انه الخبراء خلصوا تركيب القسم الجديد من المعمل وحيرجعوا لبلدهم بعد اسبوع. عظيم، معناتها خلصوا بنفس الموعد اللي حددوا لنا اياه. بالضبط، وحابين قبل ما يسافروا يعملوا رحله صغيره ليوم واحد يطلعوا فيه على معالم البلد، وهي برنامج الرحله. شكرا استاذ. عظيم، برنامج عظيم. حضرتك استاذ فاروق رح تطلع معنا؟ لا والله يا ريت، انا بكره عندي اجتماع بالوزاره وبعدين عندي اجتماع بمجلس الاداره. مستر نزار ولا كومباني وين يور تريب كينوز دي اريا فيري ويل. ثانك يو فيري ماتش. يو ويلكم، وي ويل هاف ا جود تايم. يو ويلكم. ايه سيدي، ما قلت لي مين بده يأمن اللحمات؟ انت لا تاكل هم، ارتاح، في عندي لحام ما في مثله بالبلد ونظيف ولحمته مثل الفستق. حلو كثير، معناتها خليه يقطع لنا كيلو كباب وكيلو شقف ويتلي. وليش الكيليه؟ كلياتنا اربع زلم ما بدنا يزيد عنا. يا سيدي حط الخرج، اذا زاد احسن ما ينقص. ما بتعرف بجوز يجينا ضيف لا على البال ولا على الخاطر. العاب بلا زوغلي، صحيح، والمحلي مين بده يأمنه؟ سيدي من جهه الحلويات لا يكلكم فكر، انا بعرف بياع حلويات بالميدان بيساوي حلويات بالسمن العربي والقشطة البلدي إذا كانوا توصاي كمان. ها أنت بدك تجيب آخرتنا؟ لك ما بتعرف إنه كلياتنا معنا شحوم وكوليسترول؟ وأنا كمان ما بيناسبني السمن العربي لأنه السكر يا عم يطلع معي كتير بهالأيام. يا سيدي حط بالخرج. أصبح أنا علي يجيب الخضرة والفواكه. شو رأيكم كل واحد يسجل شو بده يجيب أحسن ما نتخربها؟ مو محرزة بلوي، يعني كل واحد بده يجيب فينا كم غرض. أنت بدك تجيب اللحمات، أبو فارس الخضريات، وأنا الحلويات صلى الله وبارك. وأنا علي الفحمات والأراجيل والشدة وطاولة السهر. منيح هيك؟ منيح، بس أوعى تنسى مثل هذيك المرة وخلينا على تطليع وصفنا ببعضنا. ولا يهمك ما راح أنسى. ومن شان السيارة؟ محلول يا بلوي، أنا قلت لأبو حسين ومشي الحال. بس سيارة أبو حسين مهرهرة ودواليبها ماسحة. لا ما بها شيء، هو قال لي انه صلحها وركب بواجي جديده. اصبح توكلوا على الله، ابو حسين رجال مسكين وعنده اولاد بده يعيشهم، واللي بتعرفه احسن من اللي بتتعرف عليه. مظبوط. اهلين استاذ نزار. اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ تفضل تفضل. على راسي شكرا والله وعد جماعه. شو اهلا وسهلا. شو اليوم ما شفناك بالشركه، خير في شيء؟ خير يصيبك، بس انا اخذت اجازه ورحت على الدكتور. معافى ان شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام. يا حبيبي ذكرني بالحبه يا لطيف، والله كنت نسيانا. ان شاء الله فيها الشفاء. سيارة مزوت أخي.
اخي ما دخلني، ما زود بنزين لازم تسوي محري، شو ما بتعرف تقرا انت؟ يا ابره لك شو طلب منك؟ ادخل محرك. اوف وليش بدك تطفي المحرك بقى؟ قال مشان ما يصير حريقه وتكب الكازيه. هونك سيدي حق الخرج، اذا بده يصير حريق رح يصير، انطفى المحرك وما طفى. الله عليك يا ابو سطيف. والله البطارية بعيد يا اخي. وشو الحال؟ شرفوا. لوين الشريف؟ على الدفش. يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. 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 أهلين أستاذ نزار. أهلين أبو مشعل. شو خير؟ شو صاير معكم؟ والله تعطلت السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين كنتوا رايحين؟ على عين العروس. بدنا نتغدى هنيك. إيه شو عليه؟ أخي نزار. قلي. مين في معك بالباص؟ ما في حدا الباص. معنا الخبراء الأجانب بيركبوا لنا القسم الجديد بالمعمل. شو رأيك تاخدونا معكم؟ يعني أنا ما عندي مشكلة، بس شلون ناخدكم معنا؟ نربط لكم السيارة بالباص ونجرها يعني؟ لك لا لا، يعني نطلع معكم بالباص. أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، بس يعني معي خبراء أجانب ومعلومات لازم أخذ رأيهم. خذ رأيهم. خذ رأيك على راسي. ما بتزعل مني؟ لا ولو على راسي. على راسي يا أبو مشعل. أنا عم بستناك هون. أهلين نزار. شباب اتأمنت التوصيل إن شاء الله. من دمك لباب السماء. Excuse me, gentlemen, but my friend's car is broken down. Can we take them with us? Yeah, sure. No problem? Yeah, thank you. Okay, thank you. Thank you. تفضلوا شباب. شباب هاتوا الغراض. يلا. لك شو عم يبربر هاد؟ ما في شيء مشعل، ما في شيء، بس عم يسأل لمين كل الأكل؟ إنا حبيبي إنا. يا الله. تفضلوا. They want to eat. They are hungry. جواب نشيب خالص. شغلنا الكونديشن داخل عينك قولنا يا سكرنا الباب. Thank you.
مشعل. نسينا نعرفكم على الخبراء اللي معنا. مستر أوليفر، مستر جيمس، مستر هنري. تشرفنا، محسوبكم أبو مشعل. وأنا أبو لؤي. وأنا أبو فارس. وأنا أبو مصطفى. نزار، شو عم بيكتب هاد؟ ما في شيء أبو مشعل، ما في شيء، ما تخاف. بس عم يسجل أسماءكم. وليش عم يكتب أسامينا؟ شو المناسبة بقى؟ وشو أنت أخو مرا أو شي؟ بجوز الزلمة عم يكتب مذكراته بالرحلة، شو بدك فيه؟ يا لطيف يا لطيف، نسيت شغلة يا شباب. شو نسيت؟ لك شو نسيت؟ نسيت دواء القلب بالبيت، لازم آخذ الحبة من ساعة. ولك الله يصلحك، شلون نسيته شلون؟ آخ، كل الحق على اللي عندي بالبيت. وين سيرانكم؟ مع مين رايح؟ احمي لك الحمام، أنا ببيت أهلي. ها لا تنسى، ابنك بده مصاري. أخ والله دوختني من الصبح، دوختني دوخ. What's the problem? I forgot his medicine. Which medicine? Medicine for heart. For the heart? My God, we've got to go back. Yes. ولك شو عم ببربروا هدول؟ والله يا ابو مشعل عم بيقول انه لازم ترجع على البيت فورا. يا حبيبي على الفهم، وانحرم من السيران. ايه ما حذرته حبيبي. بس يا ابو مشعل هذا الدواء كتير ضروري. يا سيدي حط بالخرج. اللي له عمر ما بتهينه شده. تيسر اخي ابو نجيب، تيسر وتكل على الله. هالحبه هاد ايه بلا حبه بلا بطيخ. He doesn't want to go back. I don't know. They want to eat. They are hungry. تفضل اخي ابو مشعل. ضيف الاجانب بالاول عيب. ايه حاضر. تفضل اخي. What's that? This is فطاير. فطاير. This is بي ويندو. This is فطاير. يعني بريكفاست. بريكفاست. يعني فطور. No thank you. No. لك طيبة كتير. No thank you. ايه مثل ما بدك. تفضل اخي. No, no thanks. مشان اخذ لك واحدة. Thanks. تفضل مستر ايفا. No thank you. Thank you. على حب النبي. شكرا شكرا. ما بتندم. شو بقى هدول محبين الفطاير تبعنا استاذ نزار؟ لا يا اخي، ابو فارس بس الجماعه فطروا الصبح، يعني ما لهم جوعانين. كتر خيرك، شكرا لك. واذا فطروا شو رح تساوي معهم الفطيره؟ يا ابو مشعل، الجماعه ما بياكلوا هالطالعه والنازله، خلص راحت معهم للغدا بقى. لك ايه بيوفروا؟ هات لك فطيرتين ابو فارس، تعال. ايه دقيقه بس، لعطي ابو نجيب. لا لا اترك لي ابو نجيب انت، انا بعطي. خليه عم يعرف يسوق مثل ما بدا. كله بلحمة ولا أني؟ لا، في بقشطة في بلحمة. أبو نجيب، أني وحدة بقشطة ولا بلحمة؟ يلا هي بلحمة. أخذت له وحدة بقشطة. لا لا بكفي بكفي. ماشي. شكرا على فارس. ماشي. تفضل أخي ابن شعر. والله اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. هاتك فطيرين. يلا جاي عندك. الله أكبر، روح. تفضل. يسلموا. إن شاء الله ألف صحة يا رب. Mr. Nizar. Excuse me. What does this food contain? Aha. It contains a lot of sugar, grease, and some of them with meat. My God, they're bombs, not pies. Nizar, شو عم يبربلوا علينا هدول؟ عم بيقول اللي عم تاكلوه مو فطاير، قنابل. قنابل؟ يا لطيف على الأجانب، شو بيخافوا على صحتهم؟ يعني هلا انا صرت اكل نص قنبله. هات لك قنبله ثانيه اخي ابو فارس، خليني افجر حالي فيها. عم قول القنابل طعمتها بارود. ابو نجيب العوامه بكاملها. Drive slowly please. We want to enjoy the scenery. خير، شو بقول مستر هنري؟ عم يقول لك خفف لهم السرعة شوي، بس بدهم يشوفوا المناظر. على عيني وراسي. هلا هيك بدنا نمضي مشوارنا؟ شو ماشيين على بيت نحن؟ يا شباب. يا شباب شو بقى؟ باص باص بعدين بلا مؤاخذة انتم ضيوفهم. يعني شو عليه إذا تأخرت لكم شوي؟ بترجاك أستاذ نزار، لا تحملنا منية، بننزل هلا. هو الحق علينا لأننا طلعنا معكور.
يا اخي لا تفهمونا غلط، الله يخليك لا تفهمونا غلط، بس الجماعة سياح وحاولوا يتفرجوا على المناظر، طولوا بالكم شوي. Stop, stop. We want to see the Syrian sheep. خير شمون؟ ليش وقفوا السيارة؟ طول بالك أبو مشعل. الجماعة حابين يتفرجوا على الأغنام السورية. شو غنمنا عجبة يعني؟ لك يا أخي بالنسبة لهم عجبة. طولوا بالكم شوي. عواس عواس. Guys look. عواس عواس عواس. لك عم يقولوا عواس وبيعرفوا اسم غنمنا كمان. Beautiful sheep. شو عم بيقول استاذ نزار؟ عم بيقولوا انه هالخواريف حلوين كتير وبيكون احلى لما يكون مكتف وعم بينشوى والدهن عم بيشرشر منه شرشرة. فعلا يا جماعة لحم الغنم لا قبله ولا بعده، بلا بقر بلا بطيخ مبسمير. يا سيدي اللي بده يطبخ شاكرية ما يطبخها غير بلبن الغنم، وعلى مسؤوليتي انا. لكن طبخ الرز بسمن الغنم ما بتنسى طعمته، لكن لسه بموسى من عربي. بالله عليك شوف على هالمنظر ما احلاه. شوف على لية الخروف كيف مدورة. لك سبحان اللي كورها ودورها. يا سيدي اللي ما اكل لية المشوية مع البصلة ما بيعرف طعم تمه. بس سمعت لكم انه اللية والسمن العربي بيرفعوا الكوليسترول وبيساووا جلطات. هلا من كل عقلك مصدق هالحكي؟ لك يا سيدي حط بالخرج. على اساس اللي بالجبانة ماتوا من اكل اللية والسمن العربي. الله معك بالعافيه. شو كان عم يسألوا للراعي؟ سألوه عن عدد الأغنام بسوريا وعن نسبة اللي بياكلوا لحم وقديش سعر الكيلو. وشو بدهم كتر الأسئلة ووجع الراس؟ وشو بيعرفني؟ هدول أجانب بيحبوا يعرفوا كل شيء، خبراء لك أخي خبراء. تفضلوا إذا بتريدوا. سبحانهم زي العقول. أي والله. تعالوا شباب. التنة. دخلك دخلك استاذ نزار. شو سألوا الراعي كمان؟ سألوه عن المراعي بالبادية وإمتى بيسرح مع الغنم وكم مرة بتولد الغنمة بالسنة. يا جماعة بطن حية هالجماعة كتيرين غلبة. يا اوعى الفطاير ما اطيبه. شو شباب؟ ما بدكم تفوتوا معنا على المغارة؟ لا ما بدنا نفوت، اهلكنا من الطلعة، فوتوا لحالكم. بس المغارة حلوة كتير ها، ما تروحوا عليكم. يا سيدي حط بالخرج. بلا لنا الفوتة المعدة. حط بالخرج. بس يا ابو مشعل، هالمغارة عمرها أكثر من 10 ملايين سنة. عمرها 10 ملايين سنة؟ يا سيدي اسمع وسطح الحكي ببلاش. نحن عم نستناكم تحت. يلا 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 شباب. ايمتى بدهم ينزلوا هدول يخلصونا؟ والله متت من جوعي. يا سيدي انا امبارح اكلت لحمه بالصحن. يا لطيف بتمزع العقل. ايه مو اطيب من الصفيحه اللي اكلتها انا. ادي لشوف بلبن ولا بندوره؟ بندوره. يعني قصدي عم تجاكروني؟ بشكيكم لاحكم الحاكمين. خلاص وينك؟ انا بكره عازمك على اكله ابو بسطي. ليي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 ي
ايه سيدي، ومن بعد ما اكلنا 86 كباية بلبنية اكلنا صينية كنافة مدلوقة. بتصدق الكلام ولا ما بتصدق؟ لا ما بصدق. لا ما راح تصدق. ايه ما تبلع القعدة ان شاء الله. اهلين استاذ نزار. بتعرفوا انه روحتوا عليكم روحها بتاخذ العقل؟ لك يا سيدي حط بالخرش شو هالفرجاي. والله يا ابو مشعل المغارة بتاخذ العقل، كثير كثير حلوة. يا حبيبي عليك، بتعرف المغارة الحلوة اللي عم تقول عنها حلوة في الخرش شو؟ خرش شو؟ خرش تكون مستودع مونة أو لحمة لأنها رطبة كثير. يلا سكر سكر. تفضل تفضل. تفضل أبو مشعل. أهلين أهلين. يا كريم. شغلها بنجيب. استاذ نزار وهلا لوين رايحين؟ ايه البرنامج تركته يا بالاول يا بالدرج الاول يا بالثاني. شوفه ودق لي. والله معك. What do you like to see after that? We'd like to see the Hosni Castle. بدنا نشوف ولاية الحصن. يا حبيبي وين بدنا نروح انا بالعروس؟ خلصنا بمشعال، بعد القلعة بنروح سوا ولا يهمك. يا حبيبي احنا ما رح نقدر نتغدى بعد العصر. رح نموت من الجوع. قسما بالله الحق عليكم. ابنكم بلدكم هالرقبة ما سمعتوا لي كلمة. علقنا علقنا شو بدنا نساوي؟ صبرا جميل وبالله المستعان. يلا تيجي بنصبر الله بيصبرنا. شو شباب؟ ما بدكم تزوروا القلعة؟ ما بقدر، أنا معي مرض القلب وأنا بدوخ من الأماكن العالية وأنا زرتها مع المدرسة وقت كنت صغير. اسمعوا مني وطلعوا شوفوها، اسمكم هون ما تروحوا عليكم. يا سيدي الأيام جاية بنبقى منزورها على رواق، شو رح تهرب قلعة؟ Why don't your friends want to come? I don't know. It's a great opportunity. يا شباب، عم يقول لكم فرصة كثير حلوة. يا سيدي قل له حب الخرش شايفين مثله كثير. What is this حب الخرش؟ It's so complicated. Later. حاجة تعالوني مدوّل المدوّل دي. ها شرفوا الشباب. والله يا شباب يا ريتكم اجيتوا معنا وشفتوا هالقلعة.
كنا انبسطنا كثير. يا سيدي ونحن انبسطنا اكثر، لعبنا ثلاث دقوق محبوسه وحده مغربيه. غلبت بالمغربيه واكلنا تين كمان. ما شاء الله. وابو الصيف عم يشخر فوق. بس القلعه مهمه كثير وكان لازم تزوروها. سيدي. My seventh grandfather traveled from England to stay in this castle for 6 months. وشو بقول مستر هرني؟ عم بيقول لكم انه جده السابع اجى من انجلترا وسكن بهالقلعه 6 شهور. شو هالحكي؟ ومن ايمتى؟ من ايام الحروب الصليبيه. Let's go. الصليبيه؟ صليبيه، قال جده السابع، قال ضد حبيبي ضد. لك ليش عم ياكلوا جماعتك؟ ما قلت لك عازمهم على المشاوي؟ They are inviting you to the dinner. Thank you. I think we have enough. ها؟ Thank you. شكراً يا مشعل ما بدون. جايبين معهم أكل الآن. شو شكراً وما شكراً؟ تفضلوا حبايبي تفضلوا. دوقوا. تفضلوا. يسلموا إيديك. أوه حامي حامي حامي. عطيهم عطيهم. لحم لحم. بس هي اللي ما معلش ما منحبنا. لك بالعكس ها. الله ان شاء الله الف صحه. اوكي هذا الاكل اللي امر فيه ربنا مو سندويش اللي ما بشبع عصفور. اتركهم هلا ابو مشعال، تعال شوف اللحمه راح تحترق يا زلمه. Hey, it's such a beautiful river. Why do you throw the garbage away? شو عم يقول هذا استاذك؟ كل عم يسبنا. لا اخي ما عم يسبك، عم يقول لك هذا نهر حلو كثير، مو حاويه زباله. شو فيها نهر وماشي، شو بده يصير له يعني؟ لك يا سيدي حط بالخرج، الكل عم يكب فيه ولساته ماشي. له يلا يا جماعه انا خلصت شوي ها. والصفره جاهزه يلا. يلا يلا يا كريم. يلا تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. تفضلوا ايت ايت. Thanks. عم بيقولوا لك شبعوا انتفخوا. ايه بتوفروا يلا شباب شبعوا الجماعه قال. يا عليم الله الاكل اللي معه ما بيكفي ابني الصغير وما بيشبع بيه اذا اكلوا. يلا تفضلوا تفضلوا. الحمد لله. شرف حجي. يسلموا. شرف عمي. يسلموا الله. لك هلا اتركني البطيخه. لا اله الا الله. طلع من عندك هو. تسلموا ايدين على الشوز. الله يبارك على اللحمه من افضل اللحمه اللي اكلتها بحياتي. الله 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 من ايدي دخيله. انا انتفخت نفخ ما عاد فيني اكل ولا لقمه.
شو رأيك جيب لك قازوزة خليك تحطيه؟ لا واكلوا البطيخ يذهب بالداي اصلا. خذ لك التأكيد فحتين وهنا. بتعرفوا شو جاي على بالي؟ شو جاي على بالك؟ جاي على بالي انزل بين النار شي نص ساعة، منه ببوره جسمي ومنه بهضم شوي. وانت قلت يا قريب شو بدك تساوي ابو مشعل؟ بدي انزل على النار اسبح، بدي اسبح شوي شبنا. You shouldn't swim after eating so much. لك شو عم يبربر هاد؟ ولا شي، عم يقول لك ما بصير تنزل تسبح بعد هالاكل اللي اكلته كله. يا سيدي حط بالخرز كله ماشي. اللي له عمر ما بكينه شده. اي والله. نسر لشي على ايه It's a big mistake. Swimming after eating. Yeah, especially if he eats so much. Yes. Eating all day. خير دكتور، طمنا. مين حضرتكم؟ نحن رفقاته. العمر لكم، والأفضل تخبروا حدا من أهله. يعني ما تغريق دكتور؟ لا بسكتة قلبية. Is that... Let's give them our condolences. خذ بالخرج خذ بالخرج خذ بالخرج خذ بالخرج خذ بالخرج خذ بالخرج